منا عبر الهاتف الأستاذ سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية. برحب بيك يا أستاذ التعريف. سعد. أهلا بيك يا السلام أستاذ سعد عليكم، في 90 مساكم الله دقيقة. بالخير ومساء الله الخير ضيفك الأخ ناصر، من الأخوة الأعزاء جدا ومن الأخوة الذين نتعامل معهم دائما ونجتمع معهم على اتصال دائم وعلى تواصل دائم مع الأستاذ ناصر ترك، وأخ وحبيب لنا وأنت كمان أخ أهلا بك يا سيد سعد، وأهلا بك في 90 دقيقة. بس عايزة أسألك بقى عن قرار المملكة العربية السعودية بفتح الحرم بكامل طاقته الاستيعابية، إمتى نقدر نقول إنه المعتمرين يقدروا يأدوا الشعائر؟ في الحقيقة دكتورة بس ما يعني الحقيقة الآن إحنا تعرفي عندنا لجان تتابع حالات كورونا في جميع الدول ومستوى التصاعد او التناقص للحالات، وان شاء الله الان وضعت المملكه العربيه السعوديه شروط للقادمين للعمره، ان شاء الله لازم يكون اخذ اللقاحين بامر الله تعالى، ايوه، والا يكون معه اصابات مزمنه، وايضا يعني كل الاشتراطات هذه الاستاذ ناصر عنده علم بها، وان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله سيتم قدوم المصريين. نعرف احنا على حجم الاشتياق الى ان شاء الله زياره المسجد النبوي والى اداء العمره ان شاء في الله هذه الايام الطيبه المباركه، وان شاء الله نتوقع العوده قريبا جدا كما ذكر الاستاذ. يعني ممكن نقول إن شاء خلال الله ايام، في تواصل ممكن نبشر الناس ونقول إن خلال شاء أيام الله، إن شاء الله إن إن شاء شاء الله الله. الفترة القادمة القريبة جديدة جدا. طيب أنا بس عندي سؤال، الآن اتفضل. تم فتح 50 بوابة في الحرم المكي، وكانت من يوم الجمعة لقدوم المصلين في يوم الجمعة، دلفت أعداد كبيرة جدا إلى المسجد الحرام وأدوا صلاة الجمعة بأعداد كبيرة جدا ودون تباعد، والحمد لله الآن بدأت المملكة العربية السعودية في يعني فتح الاشتراطات الاحترازية شوي شوي في الأماكن العامة والمفتوحة، وأيضا شيل الكمامات، وإن شاء الله تعالى تدريجيا الأمور تبدأ في فتح المطارات والقدوم من الدول التي ذكرها الأستاذ ناصر تباعا. طبعا مش هيكون بأعداد كبيرة، هيكون بأعداد ما هيكون يعني أعداد محددة، يعني مش هتفتح زي الأول بنفس الطاقة اللي كانت بتروح وبنفس الأعداد، هيبقى في يعني تحكم في الأعداد من قبل كل دولة، تقصد سيد سعد؟ طبعا هيكون هناك تقنين، لأنه الآن الدخول للحرم سواء من الداخل أو من المقيمين أو من الموجودين لا بد أن يكون عبر تطبيق توكلنا واعتمرنا، حتى يكون هناك حتى في تحديد البرامج عندما نعطي البرنامج للشركات السياحية إن تعطينا يعني أعدادها وكم ومتى قدومهم ومتى وصولهم ومتى إن شاء الله كذا، عشان نبدأ في حجز دخولهم إلى الحرم وحجزهم أيضا دخولهم إلى المسجد النبوي وزيارة الروضة الشريفة، وكل الأشياء هذه بتتم عبر التطبيق اللي هو يكون بالتطبيق الآلي، حتى يكون هناك يعني حدود الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين حتى لا يكون. طيب.